خلال الفترة الأخيرة وآخرها مؤمن زكريا فارس، أعتقد شيء لازم يتم الشكر عليه. سبقتها خطوة طبعا أكيد. بنشكر أي حاجة لها علاقة بفكرة التضامن الإنساني والاجتماعي، وده اللي احنا حريصين عليه، لأن هو ده اللي بيبقى يا جماعة. العلاقات دي بتسيب أثر في نفس الناس كويس جدا. وسبقتها خطوة طبعا كانت زيارة من الأستاذ عبد الرحمن الحمود للكابتن محمود الخطيب في منزله، وقدم فيها المستشار تركي الشيخ دعم الكابتن محمود الخطيب وتمنياته بالشفاء. نتمنى جماعة العلاقات في الوسط الرياضي كلها يسودها الهدوء والود. احنا بنتكلم مش محتاجين يا أحمد نتجاهل حاجة، احنا محتاجين الحاجة الجيدة نشاور ونقول جيدة، الحاجة اللي فيه اختلاف عليها الناس تبدي وجهات نظرها، ويكون الأمور كلها واضحة وبنتعامل في إطار الاحترام. وصدقوني هو ده اللي هيكون المفتاح لأي علاقة سوية بين كل الأطراف. بالتأكيد يا فارس، والمستشار تركي الشيخ أيضا يعني استكمل خطوات كتير جدا، منها كمان تكفله بدعمه بإصابة محمد حماصة، وقال إن هو متكفل بيه وإن هو هيتم تركيب أطراف ليه في ألمانيا. واضح جدا المستشار تركي الشيخ بقى قريب جدا من الشارع المصري، أو عاد لقربه تاني من الشارع المصري. وزي ما قال في علاج مؤمن زكريا، اللي هيلعب معانا يستحمل ويتعور، زود المرة دي يتعور. طبعا كل الشكر على المساهمات دي. ونروح لعم حارس وإشاعة إصابة